بنزين بواسطة الكوبونات وبالسعر الجديد البالغ 800 دينار للتر الواحد بالنسبة للسيارة الخصوصية و450 دينارا بالنسبة لسيارة الأجرة والحافلات. وقال فاضل شفيق مسؤول شعبة المنتوجات النفطية للمنطقة الشمالية لفضائية كركوك إنه تم تخصيص 5 محطات تعبئة أهلية في المدينة للسيارات الخصوصية، هذا فضلا عن 5 محطات أخرى لسيارات الأجرة والحافلات. صرح مسؤول شعبة المنتوجات النفطية للمنطقة الشمالية لفضائية كركوك بأنه قد تم تخصيص 5 محطات تعبئة أهلية لتجهيز البنزين في المدينة للسيارات الخصوصية، فضلا عن 5 محطات حكومية أخرى لسيارات الأجرة والحافلات وبسعر 450 دينارا للتر الواحد بالنسبة لسيارات الأجرة والحافلات و800 دينار للتر الواحد بالنسبة لسيارات الخصوصي. تم ابتداء من اليوم بتوزيع منتوج البنزين في المحافظة وبواقع 40 لتر لكل سيارة خصوصي وحصرا في محطات الأهلية، وكما تم توزيع منتوج البنزين التي وصلتنا من بغداد من مصافي دورة بواقع يومية 250 ألف لتر، وتم توزيعها على محطات الحكومية لتوزيعها على أصحاب السيارات التاكسي والكوسترات وذلك لخدمة المواطنين بسعر الرسمي 450 دينارا للتر الواحد وبواقع 80 لتر أسبوعيا. النائب ريبوار طه ثمن جهود إدارة المحافظة مؤكدا حرص نواب الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العمل في تقديم أفضل الخدمات لأهل كركوك دون تمييز، معتبرا تجهيز البنزين بالسعر الجديد إنجاز يحسب لإدارة محافظة كركوك وأبناء المحافظة بحاجة إلى تقديم أفضل الخدمات لهم دائما. جئنا اليوم نتابع عملية توزيع البنزين في محطات كركوك، واللي يفرحنا سعر كل لتر بنزين لكل السيارات العمومية تاكسيات أصبحت 450 دينار، وأما بخصوص سيارات الخصوصية لكل لتر سعر 800 دينار في الوقت الحالي. فنشكر إدارة محافظة الكركوك على جهدهم هذا. سائقو المركبات من جانبهم ثمنوا جهود الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك بعمله الدؤوب في خدمة أهالي المدينة وفي جميع المجالات. منين على البنزين هاي السعر صار إن فرق إن التكسينا قاعدين والله هاي مساء المدة كلها ما يطلع 1400 كان هسه كل الزين يعني 450 حيل زين يعني حيل ممنون من المحافظ جدا يعني حتى من البنزين خانات يعني كلهم حيل احنا ممنونين. لا يزور دس خوشي لا براس بارس غاري كركوك كم بو ام هنغاوي. نثمن جهود إدارة محافظة كركوك التي سعت جاهدة إلى توفير منتوج البنزين وبالسعر الجديد، وهذا سيساهم في التخفيف عن كاهلنا كأصحاب مركبات ومواطنين على حد سواء. أستاذ أنا ما جاي ما بقراني كرين خلا يعني أو باريك بقراني كرين لخاولاتي أسنيا ما. قبل فترة كان سعر اللتر الواحد للبنزين أكثر من 1000 دينار، وهذا أثر علينا كثيرا، وبانخفاض سعر اللتر من البنزين سيساهم في التخفيف عن كاهلنا كأصحاب مركبات ومواطنين. توفير منتوج البنزين في محطات التعبئة سيسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وأصحاب المركبات على حد سواء. يشار خالد، فضائية كركوك. في موضوع آخر وفي إطار الدعم الكبير